السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من قناة فيجو جيمينج. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير، ويا رب الكل اللي بيتابعنا يكون بخير. فيديو النهاردة كان كذا حد طلبه مني، وهو اني انزل الحساسية بتاعة الايباد والحساسية بتاعة الريد ماجيك. بس قبل ما نبدأ الفيديو حابب بس انوه عن حاجة، انا يا جماعة غيرت الاكاونت، بدلته بالحساب القديم، فما حدش يفتكر ان انا مسحته او شلته من عندي. انا والله الاكاونت اتغير، وكذا حد بعتلي وقلت له، بس واضح ان في ناس كتيرة ما تعرفش. فهسيب لكم الاي دي الجديد في الوصف تحت. الناس اللي كانت موجودة معايا ياريت تضيفني ونرجع نلعب مع بعض زي الاول. وانا والله زي ما قلت لكم قبل كده، احسن حاجة حصلت لي من موضوع القناة ده اني تعرفت على ناس كتيرة جدا وناس جميلة ومحترمة، وبحب العب معاهم. فياريت كل الناس ترجع تضيفني تاني، هستناكم في الاكاونت الجديد ان شاء الله. بالنسبة بقى للحساسية، انا بلعب بنفس الحساسية حاليا على الايباد وعلى الريد ماجيك، وده طبعا بعد التحديث الاخير، والحساسية بصراحة يعني مظبوطة معايا وماشية معايا كويس جدا على الجهازين. لو حد جربها على الريد ماجيك وحاسس ان هي مش مظبطة قوي، ممكن يعمل حاجة، وهي ان هو يظبط الجيروسكوب الخاص بالريد ماجيك نفسه. يعني يخش على الجيم مود ويجيب الجيروسكوب ويعليه بنسبة 30% بس، يعني بدل 100 يخليه 130. انا حاليا عامل الحركة ديت لاني زي ما قلت قبل كده كنت بحس ان الجيروسكوب بتاع الايباد اسرع شوية من الريد ماجيك. فلو حد حابب يجرب زي ما قلت، يعلي الجيروسكوب بتاع الريد ماجيك بنسبة 30% بس، وان شاء الله تظبط معاكم. الحساسية ان شاء الله هتلاقوها في اخر الفيديو مع الاعدادات كمان اللي انا بلعب بيها على الايباد حاليا. هسيبكم مع اللقطات اللي جاية ديت، واشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله. السلام عليكم. I killed it, it's murder, go crazy, berserker. 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 It's murder. Nice shot. Okay. Enemy down. Oh, yeah. Feel like I'm flowing. Dead. Yeah. Expired. Brain, I felt its pain. Clear. All is said and done. Dead. The story's over now, I must go. Dead.
Up with a slow motion crew, and we up in our cloudlands when